طلبة الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هناخد التحليل فرق بين مربعين. تحليل الفرق ما بين مربعين ده تحليل بيتكون من حدين اتنين بس، لازم يكون حد فيهم سالب، لازم، لا ده لا ده، بس مش شرط ان يكون اللي في النص هو اللي سالب، مش شرط. بيتحلل ازاي؟ بفتح قوسين س في س، والاربعة دي اتنين في اتنين، واحد منهم سالب واحد منهم موجب وانتهى، يعني يعتبر من اسهلهم. لما اقول مثلا س تربيع ناقص تسعة بيتحلل ازاي؟ بفتح قوسين س في س، تلاتة في تلاتة، واحد سالب وواحد موجب. كمان مرة، عاوز احلل تسعة س تربيع ناقص اربعة، مفيش في اي مشاكل. الواحد ده واحد في واحد، والتسعة تلاتة في تلاتة، سين في سين، والأربعة اتنين في اتنين، واحد سالب واحد موجب. كمان مرة، سين تربيع ناقص صاد تربيع، عايزين نحللها. افتح قوسين، سين في سين، صاد في صاد، واحد سالب واحد موجب. كمان مرة، حلل تسعة س تربيع ناقص أربعة ص تربيع، نفتح قوسين، تلاتة س في تلاتة س، اتنين ص في اتنين ص، واحد سالب وواحد موجب. حلل 25 س تربيع ناقص 144، بنفتح قوسين، 5 س في 5 س، 12 في 12، واحد سالب وواحد موجب. كمان مرة يا شباب، حلل س ناقص خمسة أس اتنين ناقص واحد. ناس هتقول احنا نفك القوس تربيع وبعدين نجمع اللي زي بعضه ونحلل، ماشي طريق، بس طالما دي سالب وده أس اتنين وده أس اتنين، يعني فرق بين مربعين، ممكن تقوم فتح قوسين، الأول مضروب في نفسه مرتين أهو عشان هو أس اتنين، وقوس سالب وقوس موجب، والواحد ده واحد في واحد. هتجمع ده هيديك س ناقص ستة، وهتجمع ده هيديك س ناقص أربعة. يعني حل بديل عن اللي هيفك القوس تربيع، يفك الأول تربيع والأخير تربيع والأول في التاني في اتنين. ده حل بديل. حل آخر، زمايلنا اللي هيفكوا قوس تربيع، س تربيع ناقص 10 س زائد 25 ناقص 1، هيبقى س تربيع ناقص 10 س زائد 24. هيحللوها س في س، الأربعة في ستة، هما اللي دول اللي يدوني 10، الأخير موجب، القوسين ياخدوا إشارة المنتصف، نفس اللي طلع فوق. بس تحليل فرق ما بين مربعين طالما توفر فيها يبقى هو أسهل. تاني يا شباب، س ناقص ص أس 2 ناقص س زائد ص أس 2، ماشي، هنحللها فرق ما بين مربعين عشان ناقص دول أس 2، س ناقص ص في س ناقص ص، س زائد ص في س زائد ص، اللي في النص سالب، واحد منهم سالب واحد منهم موجب، بس هنا في غلطة كبيرة،
القوس اللي بالسالب لازم تحط اللي بعده ده في قوس، هيبقى 2 س، ودوت السالب هيخش يغير الإشارات، فالسين هنا راحت اتبقى سالب 2 ص. تاني يا شباب نعيد السؤال ده تاني. اتفقنا ان احنا هنكتب ده فرق ما بين مربعين عشان ناقص هو اس 2 وتوفر في الشروط. س ناقص ص في س ناقص ص، وده س زائد ص في س زائد ص، واحد سالب وواحد موجب. لازم اللي في السالب تغير اشارات اللي بعدها لازم. طيب هتتحل ازاي؟ جمع اللي هنا دون 2 س، جمع اللي هنا سالب 2 ص، يبقى النتيجه سالب 4 س ص. كمان مره يا شباب بس ناخد فكره. السؤال ده مشهور في الامتحانات قوي. س ناقص ص بتساوي 5، وس زائد ص بتساوي 6، وعاوز س تربيع ناقص ص تربيع. ده فرق ما بين مربعين، عايزه هو بكام؟ عشان نثبت دماغنا عايزك تحفظ لي الشكل ده. هنا س تربيع ناقص ص تربيع، وهنا س ناقص ص في س زائد ص. احنا عاوزين س تربيع ناقص ص تربيع، عايزين ده، يبقى هضرب اللي تحت دول في بعض. يبقى س تربيع ناقص ص تربيع هي س ناقص ص في س زائد ص. كلام مظبوط، لأن ده فرق بين مربعين، ده تحليله. الخمسة في ستة طلعت ب30. طيب نغير شكل السؤال. لو كان س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 6، وس ناقص ص بتساوي سدس، يبقى س زائد ص بتساوي كام؟ جينا يا أستاذ مثلا قلنا إحنا عايزين س زائد ص، عاوزين ده، يبقى نقسم ده على ده، هتكون ايه؟ س تربيع ناقص ص تربيع على س ناقص ص، دي تديني س زائد ص. يبقى طلع كام س زائد ص؟ هنقسم الستة على السدس، يبقى ستة في ستة على واحد، طلعت ب36. يبقى س زائد ص ب36. كمان مرة يا شباب بس نسيب الشكل ده. إذا كان س زائد ص بتساوي 7، واتنين س تربيع ناقص اتنين ص تربيع بتساوي 28، يبقى س ناقص ص بكام؟ في هنا عامل مشترك اللي هو كام؟ اللي هو الاتنين، اقسم عليه. يبقى س تربيع ناقص ص تربيع طلعت ب14، هو عاوز س ناقص ص، عايز ده، يبقى نقسم ده على ده. يبقى س تربيع ناقص ص تربيع على س زائد ص هتديني س ناقص ص، 14 على 7 طلعت ب2، دي قيمة ايه؟ س ناقص ص. نشوف مثال تاني. حلل 2 س تربيع ناقص نص. في درس العمل المشترك الدرس الاولاني اتكلمت عن الحته دي وقلت مهمه مهمه مهمه. انا هاخد الاثنين مشترك، واحد تاني يقول لا ده انا هاخد النص مشترك. اللي خد الاثنين مشترك اتبقى معاه س اس 2، لانني بقسم على الاثنين، بقسم ده على الاثنين وده على الاثنين، يعتبر هنا واحد، نص في نص بربع. واقوم احلل دي بقى، س في س، واحد على اتنين في واحد على اتنين، واحد سالب وواحد موجب. كمان مرة يا شباب.
س تربيع ناقص س، 3 س تربيع. احنا هناخد التلت مشترك، ماشي، يبقى هنضرب فوق في 3، يبقى س تربيع ناقص 9 س تربيع. لو انت هتاخد 3 من تحت مشترك تضرب المسألة في 3، هتاخد 3 من فوق مشترك تقسم المسألة على 3، يبقى هنا تلت ونفتح قوسين، ص ناقص 3 س في ص زائد 3 س. وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.